سعيد الصبري رئيس مقاطعة السد البرموسي. بغيت تكلمنا على حفل تكريم ديال العمال والموظفين المحالين على التقاعد هنا في مقاطعة السد البرموسي. الحمد لله وفقنا الله، هذه واحد العادة كانت كدار منذ سنوات، تكريم الموظفين اللي كيلحقوا على التقاعد. منذ مجيء المجلس ديالنا في سنة 2021 تم وقف هذا الحفل هذا بسبب جائحة كورونا والأسباب أخرى. الحمد لله دابا مقاطعة السد البرموسي خذت البادرة لتجديد هذا الحفل السنوي، وكما شفتوا تم تكريم 73 من الموظفين والموظفات اللي كانوا على التقاعد ما بين سنة 2021 و2020 للسنوات ديالهم 59 و60 السنوات ديال الزياد ديالهم. الحمد لله كانت بادرة من المجلس باش يكون احتفال هذا، وكانت شراكة مع بعض يعني اجونس فواياج بمساهمه ديالها اللي عطاتنا 4 ديال ليبي غراتويتمو لهاد الموظفين باش ياخذوا يعني 15 يوم ديال عمره رمضان ان شاء الله اللي غتكون في لو 23 شهر فبراير في هذه السنه ان شاء الله. بالنسبه لهذا التكريم واش فيه يعني شي خدمات اخرى من غير التكريم؟ يعني قلتي بان كاين شي حاجه ديال التخييم يستافدوا منها المتقاعدين. الحمد لله منذ المجيء ديالنا على راس المقاطعه قمنا بتجديد ديال قمنا بتوجيه ديال الاخوان الموظفين باش يديروا جمعيه اللي كانت هي جمعيه كانت موجوده. تم تجديد المكتب ديالها، يعني قلنا لهم بلي بغينا نشتغلوا في واحد الاطار قانوني خاص يتم تجديد هذا المكتب هذا، وفعلا تم تجديد ديالو. الحمد لله في نخبه موظفين اكفاء باغيين مصلحه لهاد الموظفين، غادي نمدوا لهم يد العون يد المساعده بتوفير الوسائل المتاحه لنا كمجلس المقاطعه، وغادي نديروا الشراكات مع الشركاء ديالنا في المنطقه اللي من بينهم الشركه ديال المكتب الوطني للكهرباء اللي قالوا لنا غادي نديروا الشراكه باش هاد الموظفين يستمتعوا بالسفر ديالهم، المنتزهات والمستوصفات ديال هاد الشركه هادي. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.